احتضنت ملاعب مدينة الحسين للشباب منافسات النسخة الأولى لبطولة تنس البادل التي أقيمت على مدار يومين بمشاركة 19 فريقا للذكور والإناث. وكان وزير الشباب قد افتتح ملاعب البادل منتصف أيار الماضي لتأتي باكورة بطولاتها نهاية الأسبوع الحالي وسط حماس كبير من المشاركين. وفي نهاية الفعاليات توج المدير التنفيذي لنادي المدينة السيد بسام الخلايلة المشاركين في البطولة. صدقا يعني احنا برسالتنا ورؤيتنا في نادي مدينة الحسين للشباب في التميز. التميز يعني اي شيء جديد يعني، ودائما احنا متميزين بحيث انه هاي اللعبة احنا من اوائل الاندية على مستوى المملكة اللي انشأنا هاي المرافق والمنشآت اللي تحتوي مبدئيا على ملعبين في هاي اللعبة. اليوم بنادي المدينة الرياضية في بطولة بين 20 فريق، وهي مفخرة كون اللعبة لسه في بدايتها، ومثل ما بنشاهد بدأت الحماس وعم تنتشر هذه اللعبة إن شاء الله. فعلا هي لعبة جديدة وهي ميكس بين السكواش والتنس، ولعبة الواضح أنه في إقبال عليها، وعم نسمع كمان أنه الدول اللي حوالينا كمان خاصة في الخليج كمان دخلت عندهم بشكل كتير كبير. صراحة لعبة بتحمس، يعني فيها كتير حركة، احنا بنلعب تنس يعني وكتير اسرع من التنس وفيها حركة وبتحمس، فلا يعني متسلين كتير احنا. لعبة جديدة، بلعب تنس لسبع سنين، بلشت لما كنت 7 سنين وكان اشي جديد لإلي، الحيط كان اصعب بس تعودت عليها. لاعبين سكواش اختلفت علينا المسافات والتوقيت تبع ضرب الطابة، وحتى المضرب اقل، يعني المضرب احنا بنعطيه للبيجنرز بيلعبوا فيه، فانت بتتخيل انه المضرب اطول فانت ممكن تجيب الطابه، فبتركض تضرب الطابه بس ما بتضربها، انت فاهم علي؟ احتفاء بعيد الاستقلال جرت في دير علا مباراه وديه جمعت فريقي شباب دير علا والبقعه برعايه المهندس فؤاد الدويري عضو المجلس التنفيذي لمجلس اداره اتحاد كره القدم عن الدرجه الثانيه. وانتهت المباراه بفوز فريق البقعة ب3 أهداف لـ1، وبعد المباراة تم توزيع الميداليات على الفريقين. فأرجو من كل يعني الشعب الأردني والشركات خاصة وأصحاب رؤوس الأموال النظر إلى هذه الدرجة الثانية تحديدا لدعمهم لاستمراريتهم لبناء جيل جديد إن شاء الله يعني يكون يليق في هذا المجتمع. وها نحن اليوم نحتفل بعيد الجلوس الملكي وعيد الاستقلال والثورة العربية الكبرى والأعياد الوطنية. فهنيئا لجميع الأردنيين على مستوى هذه المملكة الحبيبة. نبارك لجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين هذه المناسبات الوطنية، وللشعب الأردني كل عام والأردن بخير واستقلالنا واستقلال الأردن بخير. نظمت مديرية شباب محافظة عجلون بطولة الاستقلال لكرة القدم بمشاركة 50 شابا. المباراة النهائية جمعت فريقي مركز شباب العيون وشباب كفرنجة، وانتهت بفوز فريق شباب العيون بنتيجة 2-1. وشهدت المواجهة حضور رئيس بلدية عجلون الكبرى ومدير شباب عجلون ومدير شباب جرش. وأكد مدير الشباب محمد طبيشات أن المباراة ساعدت على تنمية قدرات اللاعبين وشجعت الأنشطة الرياضية، مشيرا على دور ممارسة الرياضة في تعزيز روح المحبة والتعاون. بالنسبة لدور البلدية للنشاطات، البلدية دائما داعمة لهذه النشاطات الشبابية من أجل صقل شخصيات الشباب في جميع المجالات بالنسبة لحياتهم اليومية ولا تصديرهم أو صقل شخصياتهم بما يناسب الحياة ومناسب المراحل القادمة في حياتهم. هذه البطولة لأعضاء مراكز الشبابية احتفاء بالأعياد الوطنية بمناسبة عيد الاستقلال والثورة العربية الكبرى وعيد الجلوس الملكي. طبعا أفضل إشي في المجتمع العمل البطولات انك تعمل بطولات للشباب زيك، خلوه يتنشط، وكل عام والوطن بخير وجلالة سيدنا بخير وجميع بخير ان شاء الله. شكرا لك.